ماتش اميكال مي باش تعدى تروح اونديري مش اميكال اونديري مش اميكال نصور سي لا فان سيزون معناتها باش يبدا تروح معناتها فيزيكمون مع الجوارات اللي راجعه معناتها من البطولات الاوروبيه باش تكون معناتها مش راهو كوره كبيره فرصه للجيل القادر باش يجرب جوارات جدد اللي عيطت لهم كيما الحمدي العبيدي وكيما الدربالي وبرشا جوارات اخرين. والله هو ديجا فما الضاوي محمد الضاوي كريستو هو عاد اون تري بون بريستاسيون وان شاء الله يكمل هكاكا ونشروها في مستقبل كبير ومع جميع كبير. والله مش غريب معناتها على الجامعه الجزائريه معناتها تونس والجزائر سي اونيدي معناتها اجوار معناتها مش البارتي الاولى اللي باش نتصور باش يحضروا برشا جمهور كان كيلك سوا من احنا ولا من متزيرية. أبري تو مي ماتش أميكال مي باش تعدى تروح أونديري مش أميكال. شنو توقعاتك للماتش؟ كيف باش تكون الجو؟ كيف باش تكون اللعب؟ خاصة أنه ما رينيش تونس لعبت برشا ماتشات بعد الكوب دي موند، بعد تروح غينيا الاستوائية، كيفاش توقعاتك للماتش؟ والله نتصور سي لا فان سيزون معناتها باش يبدا تروح معناتها فيزيكمون مع الجوارات اللي راجعة معناتها من البطولات الأوروبية باش تكون معناتها مش راهو كورة كبيرة خاطر أنا قلت لك معناتها الجوارات مازال كفاية لا فان سيزون. من احنا فرصه للجيل القادر باش يجرب جوارات جدد اللي عيطت لهم كيما الحمدي العبيدي وكيما الدربالي وبرشا جوارات اخرين. دونك سي مش ماتش اوفيسيال سي تا ماتش اميكال ما نعطيوش اكثر من الاهميه نتاعو مي ساغيست بين زوز بلدان جوار. كاس العالم للشبان مازلت كي وفات فما اسامي تفرجت فيها انت ساعه ولا؟ والله مش الكل بون تروح ليكيب ناسيونال مره مي طون تفرجت فيها. فما اسامي ريتها لعبت في الكوب دي موند هذيك تتمنى تراهم مع الاكبر ولا؟ والله هو ديجا فما الضاوي محمد الضاوي كريستو هو عاد اون تري بون بريستاسيون وان شاء الله يكمل هكاكا ونشروها في مستقبل كبير ومع جميع كبير. بالنسبه للاعبين المحليين وك مستوى بطولة تونسية ككل تراها منافسة معناتها بارابور للبطولات العربية الأخرى خاصة أنه راو أنه الأهلي المصري هما اللي أبطال القارة الإفريقية وين أحنا من المستوى هذا الإفريقي والعربي؟ والله السنين الأخرى بار ليسبيرونس ما شفناش فريمون دي زيكيب اللي هما قاعدين ينافسوا في كيلك سوا في المغرب في ليزيكيب نتاع المغرب ولا في الأهلي. سي اون كومبار مع الخليج ومع البلدان العربيه السعوديه نصور اللي نيفو اعلى من اللي مغربان خاصه بعد الانتدابات والاسامي العالميه اي سورتو بعد لي ريكروتمون نتاع كريستيانو مع وغيره نصور باش تطلع بالي اخر مع الجوارات الجدد ونحن سوغا توجور اون غوتار بارابور فوالا هذا هو معناتها نتصور شنو نقعدوا بعاد عليهم حتى في البطولة العربية اللي بروشينمون باش تصير في الصيف باش نلقاو ديفيرونس كبيرة بين النيفو نتاع جواريتنا نحنا كي كورو في تونس والنيفو نتاع السعودية سيرتو نتاع السعودية.